السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حكاية جديدة مع حكايات الحكواتي. من بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبي الله وآله وآل بيته الأخيار، كان يا مكان في قديم الزمان يحكى أنه كان لتاجر عجوز ثلاثة أبناء أفنى عمره في تربيتهم بعد وفاة والدتهم، وعمل على إسعادهم تماما، وعندما كبروا سعى إلى تزويجهم جميعا، ثم قسم فيهم أمواله بالتساوي كي يباشر كل واحد منهم حياته مستقلا، وحتى لا يتنازعوا على ثروته بعد وفاته. وأبقى الرجل لنفسه دارا صغيرا أقام فيها وحده يمضي فيها بقية عمره، قانعا بالقليل هانئا بقيامه بواجبه نحو أولاده، وقد تمنى عليهم فقط أن يزوروه بين حين وحين فقط كي يسعد برؤيتهم. وقد أخذ الأولاد يترددون على أبيهم في أول الأمر كما أوصاهم، ولكن مع الأيام زادت مسؤولية كل واحد منهم كما زاد اهتمامه بالحياة واشتغاله بها، فقلت زيارتهم لأبيهم شيئا فشيئا حتى نسوه. الأولاد نسوا والدهم، وبات الأب وحيدا، وهو الذي قسم فيهم ما كان يملك من أموال، وما هي إلا سنة أو سنتان حتى قل ما ادخره لنفسه، وبات مهددا بالجوع والحرمان، فحار في أمره ولم يجد ما يفعل، فقصد أولاده واحدا واحدا يسألهم عن أحوالهم من غير أن يبدي لهم شيئا من الضيق، فأبدوا كثيرا من الجفاء، فلما عاتبهم في إهمالهم إياه أنكروا عليه ذلك ولموه، إذ يكفيهم كما ادعوا ما هم فيه من مسؤولية وانشغال بأسرهم وأعمالهم وأحوالهم. ورجع الأب من لقاء الأولاد مخذولا نادما على تفريطه بما كان لديه من مال، آسفا على ما كان له من عزة وجاه، ومضى إلى بيته لا تحمله قدماه من الحزن والألم، وقبع في ركن في داره يقتصد في طعامه وشرابه وهو في كرب وضيق، والأيام تمر به قاسية مؤلمة، حتى أمسى في أسوأ حال، فقد بلي ما كان عنده من ثياب وكاد ينفد ما بقي لديه من مال، وهزل جسمه وتغير لونه ودب فيه العجز، فلم يجد بدا من أن يقصد أحد أصحابه من الجيران ليجد شيئا من العزاء والنصيحة. وحين لاقياه صاحبه ورأى ما صار إليه من حال عاتبه ولمه على تفريطه في أمواله وإهماله في حق نفسه وصمته على جحود أولاده، ثم اقترح عليه أن يعيد أولاده له بنفس الطريقة التي أبعدتهم عنه. فماذا فعل؟ نصحه أن يعمد إلى أرض غرفته التي هو عائش فيها فيحفر فيها حفرة، ثم ينزل فيها جرة فارغة ويجعل فوهتها في مستوى الأرض، ثم يرمي فيها ما يكنسه كل يوم من أرض الغرفة وفناء الدار، يرمي فيها من كل ما يجمعه من غبار وتراب في الدار، حتى إذا امتلأت إلا قليلا سد فوهتها بالأسمنت وغطاها بالحصير، ووعده صاحبه أن يزوره حين تمتلئ ليخبره بما يجب عليه فعله بعد ذلك. رجع الأب إلى بيته وقام على الفور بتنفيذ ما نصحه به صاحبه، ولم تمضي إلا بضعة أيام حتى امتلأت الجرة أو كادت بما كان يرميه فيها من غبار وتراب مما يكنسه من فناء الدار، فسد فوهتها وغطاها بالحصير وقعد ينتظر صاحبه. ولما زاره صاحبه عرض عليه ما فعل، ففرح بذلك وأخبره أنه سيمر بأبنائه واحدا واحدا ليؤكد لهم أن آباهم ما زال بخير، وأنه يملك من المال أكثر مما أعطاهم، وأنهم قصروا في حقه تقصيرا شديدا. ثم نصح صاحبه أن يتوقع زيارتهم له، وطلب منه أن يعبد
أن يعمد إلى الحصير فيكشف طرفها أمام أبنائه واحداً واحداً وينقر على موضع الجرة ليوهمهم بأنه ما زال يملك قدراً كبيراً جيداً من المال قد خبأه في هذه الجرة وأنه لهم إن هم اعتنوا به. وبالفعل في اليوم التالي دق الباب فأدرك على الفور أن القادم واحد من أبنائه، فرحب به وقاده إلى غرفته، وكان الولد مدفوعاً بطمع شديد إلى معرفة ما يملك أبوه. فبعد قليل من السؤال عن الصحة والحال والاعتذار عما كان منه من تقصير، سأل أباه إن كان في حاجة إلى شيء، فانتفض الأب غاضباً وأكد أنه بخير وليس بحاجة إلى أحد، ثم رفع طرف الحصير عن موضع الجرة ونقر عليها فرنت رنيناً، فقال له: أتسمع؟ أتسمع يا ولدي؟ إني ما أزال أحتفظ بجرة من المال. فطمع الولد ورغب في أن يحظى بالجرة دون إخوته وبأكبر قدر مما فيها من مال. وأتريدون أن تعرفوا ماذا حدث بعد ذلك؟ ابقوا معنا بعد الفاصل. وقفنا عندما نقر الأب على الجرة وقال لابنه: أتسمع؟ إني ما أزال أحتفظ بجرة من المال. فطمع الولد ورغب في أن يحظى بالجرة دون إخوته أو بأكبر قدر مما فيها، فبادر إلى إرسال زوجته لتكنس لأبيه البيت وتسهر على رعايته وتحمل له الطعام، وبدأ يزوره كل يوم. وفي اليوم التالي زاره ولده الثاني فكان مثله مثل أخيه، وكذلك شأن الولد الثالث. ومنذ إذ أخذ الأولاد يهتمون بأبيهم ويعنون به أشد العناية بدافع من الطمع بهذا المال الذي في الجرة. وذات يوم زاره صديقه ليطمئن عليه، فرآه في أحسن حال وهو في ثياب جديدة نظيفة، بيته مفروش ومكنوس، والطعام عنده كثير، ومظاهر النعيم بادية عليه، فهنأه بما هو فيه على حين شكر الرجل لصاحبه نصيحته. وهكذا أمضى الأب بقية عمره هانئاً باهتمام أولاده به حتى وافته المنية، فأسرع أولاده في تجهيزه ودفنه، وباتوا ينتظرون مضي يوم أو يومين حتى يقتسموا ما في الجرة. ولما كان اليوم الثالث بادروا إلى إخراجها وهموا بكسرها، ولكن بدأت علائم الاختلاف تظهر عليهم، فكل واحد يدعي أنه عني بوالده أكثر من الآخر وأن من حقه أن يحظى بقدر أكبر مما في الجرة من أموال. وبينما هم في خلاف ونزاع دخل عليهم صديق أبيهم، وكان يتوقع ذلك منهم فباغتهم فخجلوا، ثم اعترفوا بما هم فيه من خلاف وسألوه رأيه، فوعدهم أن يأتيهم في المساء ليقسم الجرة فيما بينهم. ثم مضى إلى السوق فاشترى أمتارا كثيرة من القماش، ولما كان المساء ذهب إلى الأولاد يحمل ما اشترى وهو يتوكأ على عصا غليظة، ولما دخل عليهم أخبرهم أنه سيضع القماش على رأسه ويضع الجرة فوق القماش، وأعطى كبيرهم العصا ليضرب بها الجرة، وليس لهم بعدئذ سوى أن يلتقطوا ما في الجرة من المال، وقد تناثر على الأرض ولكل واحد منهم ما يستطيع التقاطه من المال. امتعض الأولاد من طريقة الاقتسام في أول الأمر، ولكن رأوا أن لا مفر لهم من القبول، ولجأ صديق الوالد إلى القماش فلفه على رأسه، ثم وضع الجرة على رأسه ودعا الأولاد إلى التحلق حوله، ثم ناول عصاه إلى كبيرهم وأمره بضرب الجرة، فحمل الكبير العصا ولوح بها ثم ضرب الجرة ضربة عنيفة فانفجرت وتناثر ما فيها من تراب وغبار، ملأ الغرفة وسد على الأولاد العيون والأنوف والأذان، فعلى الصراخ والسعال واللغط والضجيج، ومضوا يبحثون عن الباب وبعضهم يصطدم ببعض. وكان درسا كبيرا لهم على طمعهم وتعلقهم بالمال الذي يفسد بين الأب وابنه والأخ وأخيه، وكان درسا على تقصيرهم بحق والدهم، فقد كانوا لا يبرون إلا بقدر
ما يستفيدون. هذه كانت حكاية المال والبنون. تعالوا ننتقل إلى حكاية أخرى من حكايات المال، ولكن المال مع الحظ، هل الحظ يغني عن المال؟ هذا ما ستسمعونه بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا، عدنا بعد الفاصل وسنحكي لكم حكاية المال والحظ. هي حكاية عجيبة تكاد لا تصدق لفرط غرابتها، ويتوهم من يسمعها أنها من نسج الخيال، لكنها حكاية واقعية وأحداثها حقيقية. تقول الحكاية إنه كان يعيش في بغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد صديقان حميمان، اسم أحدهما سعيد واسم الآخر سعد، سعيد وسعد. كان متفقين في كل الأمور إلا في أمر واحد، أن سعيداً يرى أن المال وحده هو مصدر السعادة كلها، وأنه وسيلة النجاح الوحيدة في النجاح. أما سعد فكان يرى أن النجاح لا يتم إلا إذا تهيأت له الوسيلة وصحبة التوفيق والحظ. فقد يجلب الحظ لصاحبه المال الوافر، فلا تلبث الحماقة أن تضيعه، ولطالما جلب العقل المال ثم بدده نحس الطالع وسوء البخت. تناقش مراراً في هذا الأمر، وأخيراً استقر رأي سعيد على أن يقنع صاحبه بصدق ما يقوله بطريقة عملية، وذلك بأن يمنح عاملاً فقيراً مقداراً من المال ليهيأ له سبيل الغنى. فإذا أخفقت التجربة ترك لسعد الفرصة ليختار ما يراه من الخطط لاختبار رأيه. وبالفعل بعد أيام مر سعد وسعيد بحي فقير، فرأي رجلاً دائب على العمل في فتل الحبال، فأقبل عليه وسأله سعيد عن مهنته، وهل عنده ما يكفيه ويكفي أسرته، وهل يدخر شيئاً من المال؟ فأجابه الرجل إنني لا أدخر درهماً واحداً لأيام المرض، لأن ما أكسبه لا يسمح بالإدخار، وأسعد أيامي هو اليوم الذي نحصل فيه على ما يكفينا من الخبز اليابس وقليل من الخضار ومن الثياب ما يقينا من البرد، لكننا سعداء والحمد لله هانئون بما هيأ الله لنا من رزق حلال يغنينا عن سؤال الناس، وغرس في نفوسنا القناعة التي نجد فيها سعادة عظيمة. قال له سعيد إن سر سعادتك هو قناعتك، ولكن لو منحتك هذا الكيس بما يحويه من ذهب هدية خالصة لك، أتراك قادرا على الانتفاع بهذه الثروة؟ إن في هذا الكيس 200 دينار من الذهب، إذا أحسنت استغلالها في توسيع عملك جلبت لك الثروة والغنى وراحة البال. قال الرجل 200 دينار، إن قليلا من هذا المال يكفي لسد حاجتي، وسأنتفع به وأستثمره، سأبني به مصنعا سيصبح على مر الأيام بفضل المثابرة والاتقان والإخلاص في العمل أكبر مصانع البلاد. قال له سعيد لا، خذ 200 دينار كاملة على أن تفي بوعدك لي، وادعو الله أن يبارك لك في هذا المال ويكون سبباً في تغيير حالك. فرح الرجل بهذه الهبة السخية، ولم يدري أفي يقظة هو أم في منام، ولم يجد مكاناً أميناً يخبئ فيه المبلغ إلا أن أودعه طياط عمامته كما يفعل الفقراء، وأخذ منه 10 دنانير فقط ليشتري طعام لعدة أيام، وربط الدنانير الباقية في قطعة من الكتان كان يلف بها عمامته، ومشي في طريقه إلى البيت يحمل ما اشتراه من طعام. وبعد خطوات قليلة هجم عليه طائر كبير الحجم يحاول خطف ما في يده من طعام، فتشبث الرجل بما يحمل وحلق الطائر فوق رأسه، وزلت قدم الرجل فكاد أن يسقط، ووقع عمامته على الأرض، فأسرع إليها الطائر وخطفها وطار بها إلى الفضاء. ظل الرجل يصرخ ويستغيث، فتجمع حوله المارة وحاولوا مساعدته، ولكن الطائر طار بالعمامة وما فيها من أموال، وترك في قلب الرجل الحسرة والحزن. قال الرجل عد أيها الطائر، أرجوك عد، لقد تبددت أحلامي وانهارت كل آمالي في الغنى، ماذا أفعل الآن مع هذا الحظ التعيس؟ وماذا سأقول لسعيد إذا ما سألاني عما صنعته بالمال؟ ماذا سأقول؟ وبعد أيام كان قد أنفق الدنانير 10 التي جمعها، وكان الجميع يسخر منه ولا يصدق ما يسمعه ويقوله الرجل. ومرت فترة 6 أشهر،
وجاء سعيد وسعد للحي الذي يقطنه الرجل، وتوقع سعيد أن تكون حالته قد تغيرت وصار في حالة من النعيم. قال سعيد لنفسه: إنني أرى صاحبي على حاله كما هو من الفقر كما تركته منذ نصف عام، لعلي لم أكن على صواب حين قررت أن المال ليس كل شيء في الحياة، وأنه ليس الطريق المضمون لبلوغ الثروة. وأقبل سعد على الرجل يسأله: كيف أنت أيها الرجل؟ أنا لم أرى أي تغيير عليك، كيف عجزت الدنانير المئتان على تغيير حياتك؟ فقص عليهما الرجل قصة الطائر وكيف خطف عمامته وما بها من ثروة. وبالطبع صور الشك سعيد ولم يقتنع بما سمع، واتهمه بتبديد المال وبعثرته بلا حساب. ولكن في النهاية أخرج سعيد من بين ثيابه كيسا آخر به 100 دينار وقدمه للرجل راجيا أن يحقق به الثروة بما له من عقل ومثابرة، وأن يكون أكثر حرصا هذه المرة. وبالفعل حرص الرجل على وضع هذه الثروة في مكان أمين يصونها من الضياع. أسرع إلى بيته وأخرج من الكيس 10 دنانير كالعادة، ولف الباقي بقطعة قماش وبحث عن مكان أمين يضع فيه الثروة، فلم يجد في بيته غير إناء قديم من الفخار في ركن حجرته، فوضع المال في تلك الجرة. وكانت زوجته حينئذ خارج المنزل، فلم ينتظر عودتها ولم يتمهل ليخبرها بما ظفر به من ثروة طائلة، وخرج مسرعا ليشتري بعض ما يحتاج إليه. عادت زوجته إلى الدار في أثناء غيابه ولم تكن تعرف شيئا عن قصته، ومر بالبيت بالمصادفة في ذلك الوقت تاجر جوال من تجار الكحل، فاستدعته زوجته واشترت منه بعض الكحل، ولم تجد في بيتها درهما تشتري به الكحل، ولم تجد أمامها إلا الجرة القديمة ثمنا لما أخذته منه. وبالفعل أعطت الزوجة للبائع الجرة ثمنا لما اشترته. ولما عاد الرجل إلى بيته نظر إلى ركن الحجرة فلم يجد أثرا للجرة، طار عقله وعجز عن الكلام. ولما أخبرته زوجته بقصتها مع بائع الكحل تأكد من وقوع ما كان يخشاه. دهشت زوجته مما رأته على أسارير وجه زوجها من الجزع، فلما أخبرها اشتد بها الجزع وبكت نادبة حظها حسرة على ثروة لم تكد تظفر بها حتى أضاعتها. فخفف الرجل من حزنها إذ خشي أن تفقد عقلها أو حياتها، وقال لها: هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، وليس أمامنا إلا أن نصبر ونسلم أمرنا إلى الله، ولعله يعوضنا عن هذه الخسارة الفادحة خيرا عميما. ولكنه مع ذلك كان يشعر بالارتباك والحيرة كلما تمثل سعيدا وسعدا قادمين ليسألاه عما صنعه بالهبة الثانية وكيف أضاعها. وبعد مرور زمن طويل على زيارتهما الثانية أقبل الصديقان سعد وسعيد ودهشا عندما وجد حالة الرجل كما تركاه. فتقدم سعد من الرجل وحياه، فنكس الرجل رأسه حزنا وخجلا وقص عليهما ما حدث له في المرة الثانية. قال له الرجل: إنني لا أعرف ما هذا الحظ التعيس، إن هذه الجرة بقيت كما هي في مكانها من الدار منذ وضعها جدي الأكبر الذي ورثها عن أبيه وعن أبيه كما ورثها عن جده وعن أبيه، ولم يزحزحها أحد من مكانها كل هذه السنوات، فما بال زوجتي؟ لم يخطر على بالها أن تستبدل بتلك الجرة شيئا من بائع الكحل قبل اليوم، وما بال حظ التعس الذي يأبى إلا أن يذهب بما نلته من ثروة طائلة بمصادفة غريبة. قال سعيد: سأحاول أن أقنع نفسي بصدق ما حدثتني به، لقد عرفت الآن أن المال عاجز عن النهوض بهذا الرجل من بؤسه إلى الغنى مهما نبذل من مجهود، وقد جربت مساعدته ولم أنجح، فجرب أنت يا صديقي سعد. قال سعد: كنت مسرفا في التفاؤل منذ البداية، وأنت الآن تسرف في اليأس، الاعتدال خير من الغلو، ولعل تجربتي يكتب لها النجاح. ثم قدم له سعد قطعة صغيرة من الرصاص وقال: ليس لقطعة الرصاص هذه قيمة مادية، ولكن لعلها تنفعك ذات يوم وتذكرك بما أبديت من صبر واحتمال لقضاء الله وقدره، وأنا واثق أن الله سيجزيك عن صبرك فينقلب عسرك إلى يسر، ولا تنسى أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك.
ووضع الرجل قطعة الرصاص في جيبه وعاد إلى بيته. وعند الفجر دق الباب، فإذا بزوجة جاره الصياد تطلب قطعة رصاص ليثبت بها زوجها شبكة الصيد، فأعطاها قطعة الرصاص ووعدته المرأة بأن تهبه أكبر سمكة مما تخرجه شبكة زوجها من البحر. وبالفعل صاد جاره سمكة كبيرة جدا، ثم صاد بعدها الكثير من السمك الصغير، وزين له الشيطان أن يستأثر بالسمكة الكبيرة وأعطى لجاره سمكة كبيرة من السمكات الصغار. شكر الرجل جاره على هديته، وقامت زوجته تنظف السمكة، فعثرت في جوفها على جوهرة ثمينة حسبتها قطعة من الزجاج، وكانت تنوي أن تقذف بها خارج الدار، ولها عذرها، فهي لم ترى شيئا من الأحجار الكريمة طوال عمرها. وكان لهذا الرجل جار يعمل تاجر في الصاغة، فذهبت زوجة الرجل إلى زوجة الصائغ وقصت عليها قصة الزجاجة التي عثرت عليها في جوف السمكة. أخبرت زوجة الصائغ زوجها بما رأت، فطلب إليها أن تعود لشراء الجوهرة. وبالفعل عادت الجارة وعرضت عليهم شراء الجوهرة، وبعد جدال وفصال وصل ثمنها إلى 100,000 دينار. كانت سبباً في تغيير حال هذا الرجل، فبنى مصنعاً واتسعت تجارته وزاد دخله، وبنى قصراً فاخراً وحوله حديقة غناء. أما سعيد وسعد فقد اشتاق هما إلى معرفة الجديد من صاحبهما، فبحث عنه حتى علم بمكانته وأسرع إليه. فقال الرجل: إنني أعلم أن حديثي غريب، وأن في قصتي من الأعجيب التي لا تخطر بالبال جديرة أن تشك بسامعها لأول وهلة، فإذا فكر فيها أدرك صدق ما سمعه. وقص عليهما القصة كاملة، ولم يغفل شيئا مما وقع له. ولكن العقل أكبر المغانم وأعظم المواهب، وأن من أوتي العقل أوتي خيرا كثيرا، وبالعقل يخدمك المال، وبه يتيسر لك الحظ المنشود وتتم لك الآمال. كانت هذه حكاياتنا اليوم عن المال والبنون والمال والحظ، وإلى لقاء غدا في حكاية جديدة من حكايات الحكواتي.